خلونا نعرف أكتر عن المشاركة وقراءة أوسع وأشمل للمشهد. هاتفيا بينضم لنا الأستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أيمن، يعني خليني برضو أبدأ في البداية، أبرز المشاهد اللي لفتت أنظار حضرتك خلال اليومين اللي فاتوا والنهاردة، إيه اللي شد انتباه حضرتك النهاردة؟ يعني خلينا في البداية بس أقول لحضرتك أستاذ المشاهدين إن وأنت بتكلمني دلوقتي وحتى الآن متابعينا الدوليين زاروا 2203 لجنة انتخابية على مستوى 10 محافظات. إحنا بنتابع من خلال الاستمارة أونلاين ثانية بثانية ودقيقة بدقيقة. المتابع بيكتب في الاستمارة ما يشاهده وبيجاوب بنعم أو لا ويكتب ملاحظات، ولذلك يبقى عندنا رؤية وشهادة لحظة بلحظة على مجالات الانتخابية. أول حاجة لاحظناها والعالم كله لاحظها وهي زيادة نسبة المشاركة السياسية اللي موجودة أمام اللجان الانتخابية، وده اللي خلى الهيئة الوطنية في اليوم الأول إنها تبدأ تزود عدد القضاة في اللجان الانتخابية، وده اللي خلانا نوصي بالمراعاة في المستقبل زيادة عدد اللجان الفرعية لاستيعاب أعداد الناخبين اللي بتزيد كل عام نتيجة القيد التلقائي. يعني حضرتك شايف ان 11631 لجنة فرعية، احنا محتاجين ان هم يبقوا اكتر من كده. لان احنا وصلنا 67 مليون ناخب دلوقتي لان نتيجة القيد التلقائي. وحضرتك زي ما انت شايف وشفت والاعلام كله شاف، ناخبين الحمد لله لديهم وعي، لديهم ارادة، بيشاركوا في صناعة القرار، بيشاركوا في اختيار رئيسهم، ودي الكل اشاد بيها والكل اجمع عليها، رغم ان بعض المعارضين كانوا بيشككوا في نسب المشاركة، لكن النهاردة بالصوت والصورة نساء ورجال وشيوخ وأطفال موجودة مع ذويهم في اللجان الانتخابية بيتمرنوا على عملية المشاركة السياسية، بيتدرع جواهم حب الوطن والمواطنة، فده شيء مهم جدا واجب الإشادة بيه. جيل المستقبل، تفضل. طبعا. الحاجة التانية احنا بنشكر طبعا الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهد الكبير اللي بتبذله ومراعاتها لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات البصرية أو الحركية. استمارات موجودة بطريقة برايل، كراسي موجودة لذوي الاحتياجات الخاصة، شفنا أوضاع بتتحرك علشان حد مش قادر ان هو ينزل يطلع سلالم او ينزل من ال وفي اوضه نزلوا باللجنه للدور الارضي مخصوص علشان يسهلوا العمليه الانتخابيه على كبار السن. مشهد رائع. ده حقيقي. الحاجه اللي انا عايز اقولها ان مش احنا بس كمصريين بنقول ده، احنا معانا متابعين دوليين موجودين ومنتشرين في المحافظات، واثناء مناقشتنا معاهم باللي بيشوفوه بيتكلموا عن روح المشاركه، عن الابتسامه اللي موجوده على وجوه الناس، بيتكلموا عن الفرق عن ما يسمعوه في إعلام غربي أو إعلام مضاد وما شاهدوه بأعينهم. وقالوا إيه يا فندم؟ في الشوارع والحواري. أولاً اتكلموا عن شوارعنا وعن المشروعات اللي موجودة وعن الكوبري وعن القطار الكهربائي. أنتوا إزاي قادرين بتعملوا مشروعات وبتعملوا انتخابات وحدودكم كدولة موجود فيها نزاعات وموجود فيها حروب أهلية وموجود فيها حرب؟ يعني مش بس جايين يرصدوا العملية الانتخابية، ده جايين يرصدوا الموضوع بشكل عام. طبعا. طبعا. مشوا في الشوارع وقابلوا الناس وقابلوا في المناطق الشعبية وقابلوا في المناطق الراقية وراحوا في المحافظات الريفية وشافوا كم الترحاب اللي موجود بيهم، سواء من السادة المسؤولين عن الإشراف على العملية الانتخابية أو من الناخبين والمواطنين. الناخبين كانوا عايزين يدعوا الناس ان هم يشربوا عصير قصب، واللي بيدعوه ان هو ياكل فطير مشلتت وعسل. قد ايه الشعب المصري قادر يبان ان هو شعب فعلا، شعب عظيم، شعب يستحق فعلا الاحترام والتقدير، ونقول له شكرا انك انت قدرت انك انت تعمل ده. حقيقي في رقم مهم حضرتك قلته يا استاذ ايمن، يعني انا حابب ارجع له تاني. حضرتك قلت ان في 2203 زياره ولا 2203 لجنه دخلوها، يعني الرقم ده كان متعلق بايه؟ 203 لجنه فرعيه، ودلوقتي على الشاشه قدامي بقى يعني في ثلاث لجان كمان دخلوا، يعني احنا وصلنا دي زيارات المنظمات الدوليه للجان الفرعيه اللي بتتم فيها العمليه الانتخابيه، مظبوط كده؟ بالظبط. كل متابع دولي معاه استماره اونلاين بيكتب اسم المدرسه واسم اللجنه الفرعيه واسم المحافظه واسم المدينه وبيبدا يجاوب على الاسئله، واول ما بيكتب الاستماره بيظهر عندي على الشاشه
ان زاد عدد الاستمارات استماره حررها فلان الفلاني في الحته الفلانيه. وملاحظاتهم بقى ايه في الاستمارات دي يا استاذ ايمن؟ اولا فيما يتعلق بنزاهه العمليه الانتخابيه والصناديق الشفافه والحبل الفسفوري والساتر وعدم وجود دعايه انتخابيه داخل اللجان وعدم وجود رجال امن وعدم توجيه الناخبين، كل الاجابات كانت موجوده الحمد لله، ما حدش شاف اي مظهر من المظاهر السلبيه او اي شكل من الاشكال اللي ممكن يشكك في عمليه نزاهه الانتخابات. طب وهل بيتم نقل كل الملاحظات دي لوسائل الاعلام الغربيه علشان يشوفوا قد ايه العمليه المصريه ماشيه بمنتهى السلاسه وبدون اي ملاحظات زي ما هم شافوا؟ احنا بننقل طبعا ده عن طريق الصفحه بتاعه الائتلاف والبيانات اللي احنا بنحطها والبيانات الصحفيه اللي بنصدرها، بننزل بيانين في اليوم. ايضا بننقل للهيئه الوطنيه للانتخابات وبنبعت لها ايميلات رسميه بكل اللي احنا شفناه. ايضا وسائل الاعلام الغربيه او البعثات الدوليه او السفارات او المسؤولين الامميين بيوصل لهم الايميلات بتاعتنا نتيجه البيانات الصحفيه اللي احنا بنطلعها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. الاهم من ده بقى ما بعد الانتخابات. بالزبط. ما بعد الانتخابات في حاجه اسمها الاليات الدوليه. الاليات الدوليه لحمايه حقوق الانسان جزء منها مرتبط بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه، مرتبط بالمشاركه، مرتبط بالانتخابات، مرتبطه بالديمقراطيه، ده كله بيعرض بعد كده في المحافل الدوليه، في موظفين مقررين خواص معنيين بالديمقراطيه حول العالم، بيوصل لهم التقارير بتاعتنا وبيناقشونا فيها. قبل الانتخابات قعدنا مع مسؤولين دوليين سواء في جنيف او في امريكا او هنا في مصر حتى، وكانوا بيسالونا عن توقعاتنا، قلنا لهم التوقعات حاجه والواقع حاجه ثانيه. احنا نفسنا كمتابعين وكمصريين وكاجانب لم نتخيل ابدا حجم المشاركه. يعني الواقع بالنسبه لكم فاق التوقعات. فاق التوقعات. احنا نفسنا مصدومين، وزمايلي اللي موجودين ما بقوش مصدقين، والناس اللي في الشارع وبيبعتوا لنا، وانا النهارده انا نزلت عشان ادلب صوتي في المعادي النهارده، حتى الان هو موجود ناس امام اللجان الانتخابيه وموجود ناس بتدلي بصوتها في الانتخابات. واحنا كاميراتنا موجوده في كل مكان في مصر ورصده الامر على الارض وشايفه قد ايه الناس موجوده، لسه موجوده لغايه دلوقتي، اللقطات موجوده قدامنا على الشاشه دلوقتي حيه ومباشره من امام كل اللجان في محافظات الجمهوريه زي ما حضرتك بتقول. احد المشككين بيكلمني وبيقول لي الانتخابات هو مش موجود في مصر وبيتكلم من بره مصر. قلت له والله وانت قاعد بره حاجه، ولما تيجي تنزل مصر وتشوف اللي موجود في الشارع ده حاجه تانية خالص. اللي بيسمع غير اللي بيشوف، واللي بيشوف بيشوف بعينيه قدامه، بيشوف ناس قدامه. فالامر مختلف. احنا اذا كان احد يستحق الشكر والتقدير مننا هو الشعب المصري ومن يشرف على العمليه الانتخابيه. بمناسبه المشرفين ايضا يا استاذ ايمن، سامحني على المقاطعه، المتابعين الدوليين دول دورهم بينتهي امتى؟ مع انتهاء اليوم النهارده اليوم الثالث، ولا مع اعلان النتيجه، ولا مع ايه بالظبط؟ احنا دورنا ينتهي مع الفرد. يعني لما تطلع النتيجه اذا كان هنكمل دور اذا كان هناك احد طعن على نتيجه الانتخابات، لكن احنا موجودين حتى الفرد. وده اللي كنت لسه بقول لحضرتك، واجب ان احنا نشكر الحملات الاربعه والمرشحين الاربعه، لان احنا ما شفناش اللي كان بنشوفه ما بين مرشحين حتى لو على انتخابات رئاسيه في دول اخرى من التشكيك والشتائم والسب. وعندك اعتى دول الديمقراطيه امريكا اهو ما بين ترامب وبايدن، ما بين الحزبين اللي موجودين وبيقولوا على بعض ايه والقضايا اللي مرفوعه. النهارده برضو الاربع مرشحين بالاربع حملات احنا بنقول لهم شكرا ان كنتوا دخلتوا في عمليه ديمقراطيه، و في نفس الوقت مفيش حد اشتكى، محدش قال حاجه، محدش قال انه تم الاعتداء عليه، محدش قال انه ما خدش فرصه في الاعلام. حتى متابعينا احنا زرنا الحملات على فكره، حتى متابعينا لما كانوا بيزوروا الحملات يعني كانوا مستغربين هم ليه ما بيشتموش في بعض او فالجو جو حلو. والانتخابات الرئاسيه نعتقد من وجهه نظرنا وشهادتنا انها كانت بشكل يتميز بالحريه، بالديمقراطيه، بالنزاهه، بالشفافيه. بما ان الواقع فاق التوقعات، يعني من وجهة نظر حضرتك زي ما حضرتك قلت، متوقع بقى يكون الشكل أو نسبة المشاركة تصل لكام؟ متوقع الشكل يكون إزاي في نهاية اليوم الثالث النهاردة والأخير من العملية الانتخابية؟ طب أنا عايز أقول لك، ويمكن بعض الأصدقاء ممكن يسمعونا أو يشوفوا الحلقة، أنا يوم 8 ديسمبر، يوم 8 ديسمبر كنت 8 ديسمبر وكان في رهان بيني وبين الناس، قلت لهم الرهان حرام،
انا كنت بقول ان المشاركه السياسيه ستتجاوز ال 50%، هم قالوا لي المشاركه السياسيه لن تتجاوز ال 25%. انا عايز اقول لهم النهارده اهو في منتصف اليوم الثاني اتصور ان المشاركه السياسيه بلغت ال 50%، لان بالامس الهيئه الوطنيه للانتخابات بالظبط عصر الامس كانت 45%. فانا اتصور ان شاء الله في نهايه اليوم يعني نتمنى ونتوقع انها تصل ما بين ال 60 لل 65%، ده كنسبة تقريبية احنا نقدر نقولها ان شاء الله. على الاقل احنا عدينا ال 50%، فاحنا بنقول شكرا 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 لكل من شارك ولكل من ساهم في اختيار رئيس. بالفعل يعني شكرا لكل من ساهم وشكرا لكل من شارك بصوته ونزل وقال انا عايز ادلي بصوتي في العملية الانتخابية. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ ايمن وقيل رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث باسم ائتلاف النزاهة الدولي، شكرا لحضرتك.